ربنا يجعل كلامنا خفيف على دلتا بلس اللي دخلت مصر من غير اهلا ولا سهلا. ولو مش همك الخبر اتفضل خد عندك. بكلمك عن دلتا بلس، وده من اسرع سلالات كورونا في الانتشار، يعني تخلي بالك الموضوع خطير مش هزار. اسمع كلامي وركز معايا، هقدم لك روشته مجانيه من غير كشف ولا فيزيتا. اولا لازم تاخد بالك على نفسك شويه، وبلاش تبقى موجود في اماكن زحمه، لان الزحمه هي اساس البلاء. ثانيا كمامتك معاك وانت واقف وانت ماشي او حتى راكب المواصلات. ثالثا تنسى السلام بالايد تماما، ولو اتزنقت قوي سلم بالاشاره. رابعا بقى ما تسهرش الليل كتير، تعد النجوم، لان النوم بالليل مفيد للجسم وللمناعه. خامسا خليك نشيط والعب شويه رياضه. طب حد هيقول لي انا ما عنديش اشتراك نادي او شقتي قد كده، هقول لك انزل اتمشى شويه. اما لو كنت مريض سكر او ضغط او قلب، فاجل التمشيه في الشارع شويه، وخليك قاعد في البيت لان محدش ضامن الظروف، وقضيها تمارين خفيفه في البيت لان بيتك اولى بيك وصحتك بتدور. بيقولوا في الامثال الجار للجار، والنبي وصى على سبع جار. خد منه بصله، شويه كمون، حبه ملح، رغيف عيش، بس ما قالكش تسرق الواي فاي بتاعه. ولو كنت سيادتك من حراميه الواي فاي، ففي صدمه كبيره في انتظارك. قانون جرائم الانترنت بيقولك ان المادة 13 من القانون بتعاقب بالحبس مدة ما تقلش عن 3 شهور، وغرامة مش اقل من 10,000 جنيه وممكن توصل 50,000 جنيه لو طبعا حضرتك انتفعت من واي فاي جارك من غير وجه حق. مش بس كده، الحبس والغرامة بيزيدوا لو سرقتك الواي فاي جارك سببت له اي اذى او مصيبة. يا ترى بقى لسه عايز تسرق واي فاي جارك ببلاش، ولا كفاية العيش والملح؟ الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن قانون السايس الجديد، وانك لازم تدفع 300 جنيه رسوم مبيت شهرية علشان تركن عربية حضرتك جنب بيتك. والنهاردة هقول لك تعمل ايه بالظبط. شوف يا سيدي، روح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وخد معاك بطاقتك وصورها. هيدولك ورقة طلب حجز مكان انتظار، املاها، وبعدها الحي خلال يومين هيجي يعين المكان، وبعد كده هتدفع رسوم الانتظار اللي هي بالشهر 300 جنيه، ولو مش معاك كاش ممكن تدفع بالفيزا كمان. هتاخد ايصال ويافطة عليها اسمك تحطها معززة مكرمة مكان ركنة عربيتك، وطبعا هيكون في حواجز علشان محدش غيرك ياخد ركنتك. طب والله كتر خيرهم. استنى بس، الحواجز دي على حساب حضرتك، وانت اللي هتروح تشتريها بنفسك، بس تبقى نقيها على ذوقك، ممكن تجيبها نفس لون العربية. ولو كنت من هواة التزويق في القطارات، فاسمح لي اقول لك اقطع تذكره قبل ما يقطعوا لك غرامه تقطم الوسط. السكه الحديد اصدرت تعليمات مشدده عشان تقضي على موضوع التزويق في القطارات اللي انتشرت في الفتره الاخيره، وقررت توقيع غرامات بتبدا من 15 جنيه في قطارات الضواحي، و20 جنيه في القطارات المميزه، و30 جنيه للقطارات الاسباني، و40 جنيه لقطارات النوم، و50 جنيه للقطارات الروسي، والتقيله بقى غرامه 100 جنيه للقطارات التوب في اي بي. يعني من الاخر كده محدش يفكر يزوغ من الكمساري، لحسن هيدفع كتير قوي. البليه لعبت والسناره غمزت، والزهر مش بس لعب، ده كسب وخد الدوري كمان. درع الدوري هيبات من النهارده في حضن الزمالك بعد فوزه على الانتاج الحربي 2-0، ودي كانت ضربه قاضيه لاحلام الاهلي في الفوز بالبطوله بعد تعادله مع الجونه 3-3. وطبعا الزملكاويه احتفلوا في كل شبر وشارع وحاره، وكانت هيصه في الوقت اللي بات فيه الاهلاويه ليله ما طلعت لها الشمس. اما الكابتن محمود الخطيب، وقبل نار اللعيبه ما تبرد اخذهم على جنب بعد الماتش وقال لهم احنا قصرنا معاكم الفتره اللي فاتت، لكن حقنا مش هنسيب. اما اللقطه اللي كانت حديث السوشيال ميديا، خصوصا الاهلاويه اللي عملوا عليها حفله، كانت لقطه الحكم محمد معروف اللي حظه ان الكاميرا جابته وهو زي اللي بيحتفل بجون اشرف بن شرقي، وهي الصوره اللي علق عليها معروف وقال يا جماعه احتفال ايه، انا كنت بنط لفوق عشان اشوف الكوره كويس، عشان في لاعب كان واقف قدامي ومش شايف الكوره كويس. وده طبعا اللي علق عليه الاهلاويه على طريقه يا شيخ العب غيرها. وفي النهايه نحب نقول مبروك للزمالك وهارد لك للاهلي. مستنيه ارائكم وتعليقاتكم في الكومنتات.